كذلك باش نهضروا على الخروقات اللي كاينه في ثلاثه يعقوب من وراء الزلزال. راه كنديروا وقفات، راه كدار وقفات في ثلاثه يعقوب، وكنحضروا في وقفات في ثلاثه يعقوب، وجينا في وقفات ديال هنايا في الرباط على الموضوع ديال الاستفاده. راه الناس على ما قال سيدنا الله ينصرو، وهو اي دار تهدمات خصها تطلع ب 14 مليون، والاصلاح 8 ديال المليون. راه ما كاينش، راه واحد النسبه قليله اللي استفدات من ديك 14 مليون، واغلبيه ديال الديور راه ماشي ديال الاصلاح، وخرجوا لهم 80000 درهم. واللي ما بغاش يصلح، لانه الدار ما فيهاش ما زعما ماشي ديال الصليح، اللي ما بغاش يصلح راه جابوا لهم واحد الالتزامات، راه الا بغيتو نصيفطوه لكم مكتوب فيه انا الموقع اسفله، وكيكتب سميتو وكنيتو بانه انا كافياني 20000 درهم الدفعه الاولى اللي خديت باش نصلح بها الدار. الديور ديال التراب راكم عارفين باش مبنيه المنطقه، اش غتصلح فيها 20000 درهم؟ اش غتصلح لك؟ اش غتسد لك؟ كاينين ديور اللي مقسم الحيط ديالها مايل غيطيح وغتصلح ب 20000 درهم. الناس مغلوبه على امرها، ما مساكن ما كيقدروش يهضروا، ما عارفينش شنو يقولوا، ما تيعرفوا حتى شنو هي البروسيدور اللي خصها الدار باش يطالبوا بالحقوق ديالهم. حنا جينا اليوم حتى حنايا كنساندوا الجمعيه العامه لحمايه المال العام باش نوصل الصوت ديالنا، ونوصلوا هذا الصوت. كنتمنى من سيدنا التفاته ملكيه في هذا الموضوع، راه ما يمكنش نشوفوا واحد كينهب وتيشفر في المنطقه، اي منطقه كانت اي بلاصه كانت، ونبقاو ساكتين. راه غنوليو في السيستم ديال الغابه شي ياكل شي ونبقاو ساكتين. المشكل ديالي اخي حنا تجار ديال السوق صالح، انا خويا اللي حقنا تحيد لينا اخي من السوق، حنايا ذوي الحقوق عندنا وثائق ما يثبت. انا شهاده اداريه في القهوه خويا، حيدوا القهوه ديالي، بغوتوا لي في الاول في القرعه، بغوتوا لي بائع الملابس ورفضت لهم نهز القرعه، وفي الثاني عطوني السيده قالت لي هز القهوه ديالك، كنشوف راسي بغوتي لي بائع الماكولات خفيفه. رفضت لهم، وانا عندي الوثائق ما يثبت بانني عندي قهوه، عندي التصاور ديالي بانني عندي قهوه. كتصور اخي الناس بانهم شقاوا هزوا قهوي، الناس ما معاناش في السوق، كان لي سماسرة ديال القعد واخد اربعه الحوانت خمسه، ملي كتدير حقك تيقولك سير حنا حقك نعطيه لك، لان بقات القعد هزوا الخنيف راه مشى بحال هكا، بيننا ولينا كنعيشوا بحقرة في هذا الوطن هذا. شكون حقرنا؟ ماشي حقرني مواطن عادي بحالي بحال، ولا مسؤولين هادو، مسؤولين خصهم مسؤولين عندهم حقي يحقروني. انا شكون لك بحال اللي سير قصر راسك؟ شوك سير هاجر؟ هما دابا مستمدين هادشي اللي دابا الشباب اللي كيطلبوا الهجره كاع، شكون السبب؟ سبب مسؤولين اللي عندنا في هذا الوطن هذا، بانهم كيشروا الفساد اللي هو سيدنا الله ينصرو كيبني في هذا الوطن هذا، ومسؤولين اللي كاين عندنا في هذا الوطن هذا اللي هما كيشروا الفساد، حقروا المواطن اللي كيديو لحقهم. كتصور دابا اللي هو الغني كيغني والفقير كيفقروا فيه، كتصور دابا المشروع اللي عنده الفلوس كيدخل، اللي ما عندوش فلوس مسكين، شكون اللي تتغوتوا عليك؟ حنا الان دابا خويا الناس كتبيع وتشري، حنا خويا باقيين مده اربع سنوات دابا كنجدوا، باقي خويا حقنا ما عطاوش لينا خويا. حنا من الناس المتضررين، من الناس ذوي الحقوق، من الناس اللي هو سيدنا جاب لنا المشروع باش دخلوا ليه، احنا خويا باقي ما دخلناش ليه. شكون اللي باقي في دارك؟ باقي عارق في العامله تتغوتوا كتهز القهوه ديالك؟ انا خويا بقيت باقي كنناجد وعندي اربعه الوليدات اخويا، المسؤولين اللي في العامله حقرونا، والقائد هزوا الخنيفره حقرنا ومشى بدون محاسبه، وكاينه شي يد كتستر عليها خويا. حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه، كنطالبوا بالرب مسؤوليه بالمحاسبه، ماشي هو مسؤول يجي ينهب وينهب في المال العام ويدي الفلوس يمشي بحال هكا بدون المحاسبه. راه حشومه وعار باننا حنايا راه حنا في المغرب، لهذا المغرب هذا فيه مالكنا الله ينصرو الله يخليه لينا. ما كنطالبوا حتى شي حاجه، كنطالبوا بالرب مسؤوليه بالمحاسبه. الا حنا كنا ظالمينهم اخويا نتعاقبوا، لهذوك الناس ظلمونا بحقنا خاصهم يتعاقبوا خويا حتى همايا، ماشي هو كمسؤول يدير ما بغاو يمشي بحال هكا. وشكرا. Hey!